هنا في وسط المغرب تادلا أو تاذرا قديماً، فأصل التسمية أمازيغي، وهو يعني الغمرة من سنابل القمح، رمز للخصوبة والعطاء. تعتبر تادلا من المدن القديمة بالمغرب، فقد تأسست بها القصبة الإسماعيلية من طرف السلطان مولاي إسماعيل في القرن السابع عشر للميلاد. تتموقع قصبة تادلا جغرافياً في سهل تادلا وسط المغرب، ويخترقها نهر أم الربيع، أحد أكبر أنهار المغرب، مما يضفي عليها جمالية خاصة. تعتبر قصبة تادلا ممراً هاماً بين الشرق والغرب، وبين الشمال والمناطق الصحراوية عامة، وبين فاس ومراكش خاصة. استوطن بها المعمر الفرنسي وشيد حياً جديداً بمواصفات أوروبية، وما ترتب عنه من تجهيزات أساسية من طرق وممرات ومرافق إدارية واجتماعية، في حين ظل الطرف الآخر من المدينة على شكل بناء عتيق في المدينة القديمة، أو على شكل بناء قروي خارج مدار المدينة، الذي اتسع بعد التقسيم الجماعي الأخير ليصبح حوالي 18 كيلومتر مربع، زادت بفعل الهجرة القروية والتمدن السريع والغير منظم، مما أدى إلى تناسل أحياء عشوائية فرضت على المجلس البلدي بقيادة حزب العدالة والتنمية النظر في إعادة هيكلتها وإدماجها في المحيط الحضري. في هذه المناسبة هذه كان أولا نحيي الساكنة ديال مدينة قصبة تادلا، وكان بغيو اليوم نوضعهم أمام المنجزات اللي حققها المجلس خلال هذه الولاية الأخيرة والممتدة من 2009 إلى 2015. اولا كنبغي نشكر الشركاء ديالنا في هذا المجلس اللي هما الحزبين العتيدين، حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، واللي من خلالهم تمكنا اننا نكونوا اغلبيه، وطبيعه الحال خلفت منجزات، خلفت تراكمات، خلفت واحد مجموعه ديال الايجابيات في اطار التفاهم، في اطار التشارك، في اطار التعاون. الحزب خلق مجموعه ديال المؤسسات لمواكبه عمل هذا المستشار ودعمه، ولكن ايضا مراقبته في الاداء دياله، ونتابع ونحاسبهم من الناحيه الاخلاقيه، من ناحيه الحضور الدائم ديالهم داخل الجامعه وتقديم الخدمات والامانه التي وضعت في عناقهم. نحن نتابعهم ونحاسبهم على كل ما يقومون به داخل الجامعه. انجاز المخطط الجماعي للتنميه 2010-2015 كان بمثابه تمرين جماعي للموظفين الجماعيين والمنتخبين والمصالح الخارجيه، وكذا الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني. وما ميز هذا المخطط هو إشراك الساكنة في اقتراح المشاريع التنموية المناسبة. هذا المخطط التنموي شاركت فيه مجموعة ديال الشرائح ديال المجتمع، اللي هي جمعية المجتمع المدني، كذلك الجمعيات المهنية، كذلك ممثلي الحراف، كذلك ممثلي بعض الإدارات الخارجية، المصالح الخارجية. إذن كان واحد العمل تشاركي اللي خدمنا وقت ووضعنا من خلاله زيارات لواحد مجموعة ديال الأحياء اللي تنصبت فيها الخيام، واستمعنا للهموم ديال المواطنين، وجمعنا المقترحات ديالهم، جمعنا الإشكالات اللي كيعيشوها هاد الأحياء هذه، ومن خلالها بلورنا هاد الرؤية هذه وبلورنا هاد المخطط هذا، اللي بالمناسبة كنقول بأن المجلس نجح بأنه ينجز منه تقريبا أزيد من 98%. نسبة لن يختلف على أهميتها عاقلان، وعين العقل في اكتشاف الجنود وراء هذا النجاح. فاستثمار جميع الكفاءات من عمال وأطر الجماعة في خدمة الساكنة وتوفير ظروف الاشتغال لهم من حواسيب وأدوات للتواصل الإلكتروني يزيل غبش التعجب. ما يمكنش واحد ينكر الدور اللي كتقوم به الإدارة ديالتنا. هاد الإدارة اللي زودنا أولا بجميع الوسائل ديال الاشتغال، للحواسيب وكذلك الطابعات، لكذلك الهاتف الداخلي، كذلك الربط بالإنترنت، كذلك المكيفات ديال جميع المكاتب. أي أننا كنقولوا بأن الإدارة وفرنا لها الوسائل، درنا التحديث ديال الحالة المدنية بأكبر عملية ديال الحوسبة اللي تمت تقريبا بواحد 60 مليون ديال السنتيم، واللي سهلتنا العملية ديال تقديم خدمات جد مرنة وجد سريعة للمواطن. سياسة رابح رابح
كانت بمثابة مفتاح خير على ساكنة مدينة قصب التلة ومن وضعتهم على رأس تدبير شأنها المحلي، حيث الإبداع في البحث عن موارد مالية من شراكات مع المؤسسات الوطنية والدولية أثمرت ما يزيد عن 20 مليار سنتيم دون إخفال مداخيل التحصيل الضريبي الذي تعامل معه رئيس الجماعة بمسؤولية خاصة. إذن كنقول بأن الجماعة قامت بمجهود جبار، أولاً باش توسع الوعاء الضريبي، أولاً باش تقوم بالإحصاء ديال الناس اللي ما كيخلصوش، باش تكون عندنا السواسية وتكون عندنا العدالة الاجتماعية باش جميع المواطنين يكونوا كيأديوا وكيخلصوا الضرائب كما كيخلصوها الباقيين. 15 أن الميزانية ارتفعت من 4 مليار و100 مليون ل 5 مليار و100 مليون، يعني تزادت مليار في ظرف 6 سنوات، وهذا تطور مهم جدا بالنسبة للمدينة في حجم المدينة ديالتنا، بمعنى أنه كيعبر أولاً على المسؤولية ديال المواطنين، كيعبر على المواطنة ديالتهم، كيعبر على الرغبة ديالهم في الانخراء في أداء الواجب، وبطبيعة الحال أنهم كذلك ما كيعذروناش في إطار المطالبة بالحقوق ديالهم اللي كنلبيوها وفق الإمكانات اللي كتوفر لنا. هو إذن تعاقد مسؤول بين ناخب ومنتخب من أجل مدينة لها كامل الأهلية لتلتحق بركب الجماعات الأخرى والتي غيرت وجه مدنها بالحكامة الجيدة وبالابتكار في التدبير. عرفت المدينة حركة عمرانية هامة خلال العقدين الأخيرين، فكان التوسع في كل الاتجاهات. تمكن المجلس البلدي من إيجاد حلول مبتكرة صنفت المدينة في لائحة المدن بدون صفيح، خصوصاً بعد إفراغ القصبة الإسماعيلية وإعادة هيكلة المرس الإسماعيلي ومرس مجاط. ولأن الإيجابية حاضرة في تفكير المجلس البلدي، فقد تفاعل مع التوسع العمراني الذي أحدثه المواطنون وجعل منه فرصة للتنشيط الاقتصادي وخلق به مناصب شغل، لينتقل بعد ذلك إلى فتح الباب أمام المستثمرين العقاريين. علاش؟ لأن أغلب المداخل اللي كندخلوا داخل الجماعة كتجي يا إما من الرسوم يا إما من العائدات ديال التعمير، وبالتالي في هذا المجال اعتمدنا على الحكامة الجيدة، واعتمدنا على الشفافية مع الوداديات، واعتمدنا على التعاون، واعتمدنا على التضامن، وبالتالي يمكن نفتخروا لأن المدينة ديال قصب التلة فات عدد الوداديات فيها 80 ودادية. يتسع العمران شساعة وتتوطد الثقة قناعة، فمع كل بناء عليها يأتيك المدد من فوقها كما من تحتها. إنه الاشتغال بمستوى نبض الساكنة وحاجتها لما يحفظ كرامة عيشها. من هنا جاء تجهيز الأحياء بما يلزم من الكهرباء والتطهير السائل وتعبيد الطرق، وكلها تندرج ضمن إصلاحات القرب التي يتطلع إليها المواطنون من مختلف الفاعلين العموميين والخواص. حي بركة الشمالية، مولاي بوعزة، حي الدخلة، حي المرس الإسماعيلي، الحي الإداري وغيرها من الأحياء عرفت أوراشاً عديدة ضمن برنامج التنمية الحضرية، الهدف منها تحسين الظروف وعيش الساكنة، ووفاءً بالتزامات المجلس البلدي بغية تعزيز مكانة المدينة جهويا. جل الأحياء يا إما وسعناهم يا إما عودناهم يا إما فتحنا بعض الأحياء الأزقة اللي ما كانوش فيها الطرقان. طموح بعضهم ينتهي عند أول رصيف، لكن طموح من انتخبوه لا يعرف للإنجاز حدودا، فقد عرفت المدينة 114 مشروعا تنمويا محليا، كان أبرزها إنجاز مشاريع طرقية مهمة شملت بناء الطريق الرابطة بين حي الرشيدية وحي أيت عمر. نذكر كذلك الحي ديال المرس الإسماعيلي اللي هو كان حي مهمش، ودارت له إعادة الهيكلة وداروا فيه الطرقان والماء والضوء والإنارة. نذكر كذلك المرس ديال مجاط وهو حي مهمش كذلك، دارت له إعادة الهيكلة ودرنا فيه واحد مجموعة ديال الطرقات ودرنا فيه الماء ودرنا فيه الإنارة، ومشت الطريق من المؤسسة ديال حي مولاي رشيد حتى المقبرة الجديدة. أول بلدية كنشوف بأن رئيس قسم كيتبع بيدو معاك، وميم حتى الكاتب العام حتى هو كان كيخرج كيدير خارجات على غفلة، وحتى الرئيس كيلكو فوا كيخرج مثلا في المسائل اللي هي فخاجيل ضروري كيكون الرئيس. تعبيد الطرقات تلزمها تجهيزات،
وأول هذه الضروريات أعمدة النور المثبتة على جنبات كل طريق، فهي جزء من جمالية المدينة، وأمن لأرواح المواطنين، وسلامة لأجسادهم، وحفظ لحرية تنقلاتهم واستجمامهم. حدثنا واحد 500 نقطة ضوئية كانت سيئة داخل الجامعة، كما أن العملية ديال الإنارة كلفتنا واحد المبالغ تتفوت تقريبا واحد 10 مليون ديال الدرهم، يعني تقريبا واحد مليار، واللي حاولنا أن نجددوا فيها جميع المصابيح اللي كانت داخل المدينة، ثم أن الإنارة تفتحت كذلك الطريق ديال مولاي بوعزات، تفتحت الطريق ديال الطريق رقم 8 الرابطة ما بين المستشفى وما بين كذلك الطريق فاس، حي زمكين اللي كانوا التلاميذ كيجيو كيتلقاو لهم بعض المعتدين في الليل وهما أبناء المدرسة، درت لهم الإنارة الآن محيطة بالحي بأكمله، كذلك المرس الإسماعيلي درت له الإنارة، المرس مجات، ناهيك على الحدائق اللي كلها عرفت واحد مجموعة ديال الإنارات والنقاط الضوئية الجديدة. لعل الطالب التدلي يتذكر ظاهرة التركيب الضوئي وما يحدث من تفاعل بين الضوء والأشجار، فكما حرص العلم على تثبيت هذا التفاعل، تفاعل المجلس مع طبيعة ساكنة قصب التدلة وإقبالها الشديد على التنزه والخرجات العائلية لينهض بالمجال البيئي بالمدينة، مما أسفر عن تهيئ مجموعة من المناطق الخضراء كحديقة بئر زران وحديقة القدس وحديقة القصبة الإسماعيلية وغيرها، تحت إشراف إطاران متخصصان في البستنة والإعداد الطبيعي. المجال ديال الحدائق يمكن نقول بأن المدينة الامتياز ديالها والرونق ديالها كيتجلى في هذا المجال ديال تحويلها لواحد الفضاء أخضر، وتحويلها لواحد الجوهرة اللي كيفتخر بها الجميع وجميع السكان ديال المدينة والمجاورين للمنطقة، اللي كيشهدوا بأن المدينة عرفت قفزة نوعية على مستوى التهيئة، على مستوى الإحداث، وعلى مستوى كذلك استثمار هذه المناطق هذه في إطار يعني الترفيه على الساكنة وعلى أبناء المدينة. لكن هذه الجمالية وهذا الرونق ما كان ليدوم من دون صيانة وعناية، فكان لزاما على المجلس تطوير خدمة قطاع النظافة. نتكلم كذلك على واحد المحطة ديال التصفية ديال التطهير، لأن المجال ديال البيئة لابد أنه يكون كيشمل التصفية ديال الشبكة ديال التطهير ديال الأحياء، وهنا في هذا المجال كنذكر بأن المجلس دار واحد اتفاقية شراكة مع المكتب الشريف للفوسفات ومع قطاعات حكومية باش أننا نزو واحد المحطة الميزانية ديالتها جاهزة الآن، الاتفاقية على مقربة التوقيع مع جميع الأطراف باش أننا ننزو هذه المحطة اللي التكلفة ديالتها غادي تكون 15 مليار ديال السنتيم اللي جاب المجلس ساهمنا بها فقط في الأرض، بمعنى أننا ربحنا واحد 15 مليار من خلال العلاقات، من خلال الدبلوماسية ديال التواصل مع المؤسسات الخارجية، وكذلك من خلال الشراكة اللي درنا مع هاد المؤسسات واللي غادي تكون الإحداث ديالها ما بين 2015 في ظرف 3 سنوات حتى 2018 باش تكون يعني جاهزة. حفظ البيئة فيه حفظ للصحة وصحة شباب تدلة في مرافق تستوعب تفجير طاقاته الإبداعية، فكان لزاما إحداث مجموعة مرافق أو المساهمة في إنجازها إلى جانب مؤسسات الدولة صقلا لمواهب شبابية أو امتدادا لجسور ثقافية أو سندا لحاملي شهادات علمية أو دعما لبطولات وطنية. بالفضل المركب اللي حدثنا فيه كذلك العشب الاصطناعي، درنا فيه كذلك المدرج اللي صبح كيتسع تقريبا لواحد 3000 متفرج، درنا فيه كذلك واحد مجموعة ديال الخدمات من بين المعلمات كذلك الرياضية اللي انجزنا وهي داخلة في المنجزات ديال المجلس البلدي، المسبح المغطى اللي كيتبنى الآن هو قريب من النهاية ديالته واللي هو نصف أولمبي واللي غادي يكون معلمة رياضية بالنسبة للمدينة، بل أكثر من ذلك بالنسبة للجهة، لأنه أول مسبح على مستوى هذه المنطقة هذه بهذه المواصفات هذه. يتطلب اكتمال الجنين لمراحل، ويتوجب على المجلس دفع العراقيل. في حي بودراع يخرج مشروع من عنق الزجاجة، فليس كل الشراكات تأتي بالإنجازات، لكن الواجب يفرض العزيمة والإصرار. هذا ما حرص عليه المجلس لتشرق شمس الكرامة على باعة لم يكن لهم استقرار ولا عنوان. من بين المشاريع اللي درنا وعندها مداخل الجامعة والمركب التجاري ديال حي البام
وهذا المركب هذا اللي كيحتوي على اكثر من 43 محل تجاري، تم الكراء ديالو لفئه متوسطه ديال الباعه وديال التجار الصغار ديال من يقصد التادله، ودرنا واحد المسطره باش نحميهم من المضاربين اللي كيجيو وكيستوليو على الاكريه وتعاودوا فيها البيع. والكراء السنوي غادي يعود على الجامعه تقريبا بواحد 23 مليون ديال السنتيم او 24 مليون، وهذا مدخل قار اللي غادي يساهم في تقويه وتعزيز البنيه الماليه ديال الميزانيه ديال الجامعه. كذلك السوق ديال الدجاج هو اللي فيه تقريبا ما يقارب 21 محل. من الطبيعي والمشروع ان يتساءل المواطن التدلي عن دور المجلس في مجال التنميه عموما وخلق فرص الشغل تحديدا، ومن الطبيعي والمشروع ان يتفاخر قاده المجلس باحداث منطقه للانشطه الاقتصاديه بمعيه عده مؤسسات وقطاعات حكوميه. هذه المنطقة الأنشطة الاقتصادية غادي تخلق رواج اقتصادي داخل المدينة، أنها غادي توظف مجموعة ديال الشباب وغادي تخلق مناصب ديال الشغل اللي تقدروا ما بين 1500 حتى 2000 منصب شغل، بمعنى أنه أكثر من العدد اللي كانوا الناس كيشتغلوا في إيكوز غادي يعودوا خدامين في هذه المنطقة ديال الأنشطة الاقتصادية. كذلك أن هذه المنطقة مشات كتهتمنا ولا يعني كتصب بالدرجة الأولى على الأنشطة ديال الدرجة الثالثة اللي هي في المتناول ديال الناس ديال المنطقة وديال مدينة قصب التادلة اللي هما مهاجرين في إسبانيا وفي إيطاليا وفي فرنسا وغيرها، واللي الآن كيبحثوا على واحد الموقع اللي يمكن أنه يستغلوه باش أنهم يوظفوا الأموال ديالهم ويرجعوا يستقروا في البلد ديالهم. المجلس طلع عليه المتر المربع ب 600 درهم وحنا كنبيعوا ب 300 درهم، كاين اللي كيظن باننا خاسرين، لا حنا رابحين اننا كنوظفوا الناس ديال المنطقه وابناء المدينه، ورابحين اننا كنخلقوا فرص شغل، ورابحين اننا كنحاربوا البطاله، ورابحين اننا كنحاربوا الافات والمخدرات والاجرام وغيرها. عندما تجتمع الكفاءه بالامانه فانت امام مسؤول بلقب رئيس جماعه، لكن عندما يصبح هاجس المجلس تأهيل وتنمية المنطقة اقتصاديا دون إغفال للمناطق الهامشية والفئات الفقيرة فأنت أمام قائد. بالنسبة للحي اللي تنسكن فيها، حي المرس، كان هو عبارة عن دور صافي، كانت قبل أرض فلاحية. أولا هذه المنطقة كانت منطقة قروية، الناس كانوا تيقولوا بنينا بنية شوائي، غادي يطيح غادي يدير غادي، غينا أنه في المرحلة المقبلة إن شاء الله تعالى ساكنة ديال الأحياء المهمشة اللي هي أراضي الجموع ديال أيتلت، أراضي الجموع ديال البركة، الحي الإسماعيلي، المرس ديال المجات، كل هذه الأحياء تستفد من التجهيزات، مع العلم أننا وفرنا التصاميم وهذا أكبر عملية تمت، بل أنها من أولى العمليات اللي تمت على المستوى الجهة، إن لم أقل على المستوى الوطني في إطار هيكلة الأحياء التي عرفت العملية ديال البناء غير القانوني، يعني الأحياء اللي تبنات عشوائيا كما كيقولوا المواطنين، حنا استطعنا في عملية السبق وباش أننا نعالجوها درنا لها تصاميم، وهذه التصاميم اصبحت قانونيه وما اصبحش هذا بناء عشوائي ولكنه يحتاج الى التجهيز. وجا المجلس الحالي هذا جا لقى المرس بحر تبداو داك الشيء، ساعدنا السيد الرئيس في ما يتعلق بالنسبه للموضوع وبالنسبه للطرق وداك الشيء، صاوب لنا الطريق هذه اللي في الخلف ديالي مورايا، وكاينه طريق اخرى راه بحر تخدمات دابا كملت نهايه الاسبوع الفايت. وهنا كان بني عشوائي وعقبنا درنا اعاده الهيكله بجد ديال السلطات. هذا المجلس هذا تعاون معنا مزيان ودرنا إعادة الهيكلة وصوبنا البلان، ورئيس المجلس البلدي اللي جرى معنا صراحة بكل صراحة جرى معنا مزيان باش تفادينا الهدم. مشينا عند رئيس المجلس البلدي وطلبنا منه باش غادي نضم هذا الحي للمدار الحضاري. قبل ذاك الشيء وافقوا عليه، خدمنا وعاونونا الله يكثر خيرهم. تظل شمسي طول الدهر مشرقة وكوكبي ساطع الأنوار ما فلا، أنا الجميلة من في الحسن يقربني، وشرفاء من أبنائي قد حملوا المشعل، إنه إطراء مدينة لنفسها وأبنائها الغيورين الذين نضلوا وتفانوا لتعود لتذرى أمجادها، فما استعصى على قوم منالوا إذا الإقدام كان لهم ركابا. النداء الأخير ديالي الساكنة ديال من يقصب التدلة ولكل الفئات الغيورة على المصلحة العامة ديال الجماعة هو أنهم جربتوا الحزب العدالة والتنمية، جربتوا
الصفاء ديالو، جربتوا الكفاءة، جربتوا النزهة، وبالتالي كنقول إذا كنتم مقتنعين وإلا اقتنعتوا بهذه التجربة وبالهداء ديالنا وبهذه الصورة اللي قدمنا، كنطلبوا منكم أنكم تصوتوا على حزب العدالة والتنمية، وشكرا.